وفي ذات يوم كان جدي في حقله كالعادة، ولم يكن ضوء النهار قد طلع بعد، وكان يغني القدود الحلبية الجميلة والأهازيج الريفية. حينها وجد نفسه فجأة في وسط عرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء، شكرا على دعمكم المتواصل. اليوم لدينا قصة وعنوانها جدي يحضر حفلة عروس الجن. هذه القصة حقيقية وحدثت في سوريا. قبل أن نبدأ القصة لا تنسى الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا نبدأ بالقصة. هذه القصة حكتها لي جدتي، وقد حدثت وقائعها مع والديها. كانا يعيشان في إحدى أرياف دمشق، ولديهما قطعة أرض كبيرة يعملان فيها طيلة العام. كان الجد يستيقظ مبكرا ليعمل في ساعات الفجر الأولى، حتى إذا ما طلع الصباح وارتفعت الشمس في السماء عاد لمنزله ونام، وكان صوته ضخما وجميلا جدا، فكان يسلي نفسه في الغناء حتى ينهي عمله الشاق. وفي ذات يوم كان جدي في حقله كالعادة، ولم يكن ضوء النهار قد طلع بعد، وكان يغني القدود الحلبية الجميلة والأهازيج الريفية. حينها وجد نفسه فجأة في وسط عرس. تعجب جدي كيف ظهر هذا العرس هكذا بصورة مفاجئة، لكنه كان فلاحا بسيطا فلم يطيل التفكير فوقف يراقب. وقد وصف العرس بأنه عادي باستثناء الملابس الغريبة التي كانوا يرتدونها المشاركون فيه، وكذا ذلك رقصاتهم الغريبة. كانت ملابسهم ورقصاتهم غير مألوفة تماما، ولم يشاهد جدي من قبل مثيلا لها لا في قريته ولا في القرى المجاورة له. ثم رأى أحدهم يقترب منه قائلا: أرجو منك أن تغني من أجل العروسين، فصوتك جميل جدا. وافق الجد بكل طيبة، وسرعان ما اندمج في الغناء. وعندما انتهى من الغناء اقترب منه ذلك الشخص الذي طلب منه أن يغني ليشكره، وأعطاه 3 بصلات. فتعجب الجد من هذه المكافأة، لكنه أخذ البصلات على كل حال ووضعها في جيب سرواله. ثم سأله ذلك الشخص فيما إذا كان يريد شيئا آخر، فقال جدي له أنه يريد دعسة ظهر، لأنه يعاني هو وزوجته من آلام حادة في الظهر. ودعسة الظهر هي نوع قديم من العلاج، حيث يقوم المعالج الذي يتمتع بالموهبة بوطء ظهر الموجوع بشكل مدروس حتى يشفيه. فقال الرجل لجد: لك ما تريد أنت وولد ولد ولدك. ثم ذهب العرس واختفى كل شيء، وعاد جدي إلى المنزل. عندما عاد إلى المنزل ذهب إلى غرفته كي ينام، وسرعان ما غط في نوم عميق. وبعد عدة ساعات أيقظته زوجته مفزوعة، وكانت في يدها 3 قطع ذهبية. قالت لجدي بحدة: من أين لك هذا الذهب؟ فقال لها جدي بتعجب وهو يفرك عينيه غير مصدق: أين وجدت هذا الذهب؟ فأجابت زوجته: في جيب سرواله. فعلم جدي بأنها البصلات 3 التي اعطاها إياه الرجل الغريب في الحقل، وعلم أيضا بأنه ذلك العرس الذي صادفه بالحقل من أعراس الجن. ثم تذكر ما قاله الرجل الغريب عن علاج الظهر، فقال جدي لزوجته: انبطحي، فقد حصلت لي نعمة موهبة علاج الظهر بالدعس. فتعجبت زوجته لكلامه، لكنها انصاعت لأمره، وفعلا استطاع علاج ظهرها بسهولة كبيرة. ومنذ ذلك الحين صار جدي معروفا بين القرى بهذه النعمة والموهبة، وتقاطر الناس إلى منزله ليعالجهم، فأصبح ثريا وورث عنه أبناءه هذه الموهبة كما أخبره الجن. يقول صاحب القصة: هذه القصة كما أخبرتكم حكتها لي جدتي، قد تجدون صعوبة في تصديقها، فأنا أيضا ما كنت لأصدقها لولا أني رأيت بأم عيني كيف عالجت جدتي وجع ظهر والدي وخالي. فعلمت حينها بأنها ورثت الموهبة فعلا من أبيها كما أخبره الجن. وكانت هذه قصتنا لليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم، وأراكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة، وتحياتي وأشواقي لكم.